ما حكم مرور النساء أمام الرجال عندما يصلون في الحرم؟ وأحيانا النساء يطفن حول الكعبة والرجال يصلون في صحن المطاف. المسجد الحرام وضعه يختلف عن بقية المساجد. مسجد الحرام فيه زحام شديد والناس يقصدونه ويزدحمون فيه، وإذا اشتد الأمر خف ولله الحمد، فلا بأس بالمرور من أمام المصلي، والصلاة صحيحة إن شاء الله للضرورة، سواء حول الكعبة أو بعيدا عنها، المرور لا يضر بين يدي المصلي من أجل الضرورة، ما تقدر تمنع الناس عن المرور، والناس محتاجون إلى المرور من أجل الزحام، مع العلم أن صلاة الفريضة خلف الإمام أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.